إذا خلاص لأنه كان معنا في السجل الشيخ الإسماعيل إذا ملحدين فقط لا فقط ملحدين لا خلاص يا شيخ وليد إذا أنت ملحد سألت هذا إجابة هذا ما يستحي هذا يجيب إنه لا لا خلي مسكين في معنى ملحد لحظة في معنى كرفطة يا الله العظيم مهين نفسه لا ما بقولش بطل أنت اللي بتقول بطل أنت اللي كذاب لا 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 حضرتك أنت بتدي ولد لم 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 حاضر حتلم لم حاضر حتلم لشهادتك والله ولقدرك إيه الحكاية حاضر حتلم يجب عليك حضرتك انك تتكلم ازاي تتكلم ازاي يا ابني روح علم نفسك انت تتطاول على اسيالك وعلى العلماء وعلى الناس جميعا والله هذا تطاول سيء وانت سيء فضيلة الشيخ وانت لا تصلح ان تكون اي حد خلنا لا تعمل لي زي الشيخ وليد اسماعيل كان يدخل يذب سؤال ويتمسك به لا تعمل لي زيه المصري الشيخ الازهري طيب هو هذا الشيخ لا مو شيخ يقول مواطن حتى انت مشت عليك والله كيف مو شيخ انا شفته فاتح قناه يوتيوب وبيقولوا له الشيخ وليد الشيخ وليد انا ما طيب هو المهم بعدين هذا بعدين ان شاء الله تعرفها انت جاي ايش المواطن هذا اللي شفت ناس كثير علقوا المواطن ما فهمت ايش القصه هو يقول لا احنا ما متهمينه هو يقول انا مجرد رجل مواطن لست بشيخ ما اعرف ليش يسموه شيخ هم صار عندهم عقده نفسيه لان ما عندهم شيخ يطلع يدافع عن دينهم هو انا سمعت حقك الناس الفانز اللي عندي بيدخلوا يقولوا المواطن وانا ما فهمت ايش القصه والله مين الشيخ وليد انا ما اعرفش حد اسمه الشيخ وليد وعايز اقول له مين شيخك والشيخ انا مواطن مصري انا هي اللي بتقول شيخ انا بقول لك انا مواطن مصري مؤسس ائتلاف الصحب والآل اسمع الكلام لاخره وما تقاطعش علشان ممكن اقفل السكه وما اتكلمش معاك وانا غير مجبر ان اتكلم معاك لا مش مضطرين ندخل في ده مين الشيخ وليد عشان لا حول ولا قوه الا بالله هو تابع الافتاء تابع لمؤسسه الازهر الشريف انا مواطن مصري سيبك من المشيخه دلوقتي انا مواطن مصري قدمت بلاغي طيب نديله فرصه يا استاذ وليد او الشيخ وليد نديله فرصه يا ابني اتعلم ادب الحوار ورد واسمعني للاخر زي ما سمعتك للاخر